كان يا مكان في قديم الزمان ملك وملكة يعيشان في سعادة وهناء، رزقهم الله بفتاة جميلة شديدة البياض كبياض الثلج، أسموها فلة. كانوا يعيشون في سعادة إلى أن توفيت أم فلة وبيها خدع الركعة عود السوج، وانقلبت حياة فلة إلى جحيم. ما كان لها نكمل من اللي قلت سعادة عارمة، عرفتوا باللي خاطتنا طرق الروح ونسمع النسخة الأصلية لفيالة والأقزام السبع. كان يا مكان ما عندهاش بزاف الدوميديسات برك، رجل يعمل قهواجي ولديه مقهى كبير وتخوشك أين يترعرع الجريلو بكل أنواعه، جريلو عوام، جريلو مزيق، جريلو برتبة بيلوت. المقهى نتاعو تال مقديم ما كانش اللي جيت قهوة فيه من خلافه هو وجده الله يرحمه. مات بتسمم غذائي يا درا يا درا من واش سير جريلو مش غاسل يديه. المهم هذا الراجل كان متزوج من واحد العيدارية يدعي عليها صباح وعشية بها تموت، بصح جامي تقبل دعائه، كان يكرهها لدرجة كان ياكل حبوب منع الحمل خاف لسلالتها تنتشر. ولكن تسير الإيركات عكس ما تشتهي الأوديسي ريسيس، هذا مثل إيطالي واعر عليكم شوي. المهم في ليلة لم يعرش فيها فروج وقعت الفاجعة ورفضت مرته، ومرته من فرحة رفضت الكرش ما فيش الهم، ومرته من الفرحة راح تقسمت معروف ودارت أعمال خيرية على كاع القزانات اللي كتبوا لها به ترفض الكرش. جاتنا واقيلها هديجة وي لاخدش كت طلعت قزان في التالي. تتحوز على ريما ها. لاخدش كانت شاكة باللي عزوجتها اللي ماتت عندها 99 سنة دايرت لها السحور به ما ترفضش الكرش، وهي ما على بالهاش باللي عندها كشة وكان حتى يسحروها السحور من خلعي واللي مزمزم. المهم كانت فترة الحمل جد عادية تواصلت لمدة 4 سنوات و13 يوم و6 سوايع والله أعلم دقيقتين وجزء من الثانية وقيل بها كون دقيقة. وش خصو العود يرفد في 11 شهر على العنصرية الله العظيم الكرش كرشها تزيد شديد تقعد لها مش عارف في 6 شهور اخرين. المهم جاء اليوم اللي حتى واحد ما كان يستنى فيه، جاء وقت الزيادة وبدات تلهط وتعيط وتزيد عليها تقول راح اجيب الامير ويليام. هيا ربدوها عيش اللحظة كمل يا ريما. هيا ربدوها للسبيطار بصح ما قدرتش تزيد عادي، هيا قالوا نديروا لها سيزاريان وفتح لها كرشها مهات واحمد على جلد التمساح معاه حطوا الموس بها يفتحوا لها كرشها تكسر ما عرفوش كيف هيديروا راحوا جراو بها للسودر. وبعد محاولات بائسة مع الشونيور والمنشار خرجت إلى الدنيا المراهقة فيالة.